ثروة كبيرة وتحدي أكبر لأي دولة تمتلك ذخيرة من الشباب قد تحدث بها ثورة تنمية أو مشكلات تعوق تقدمها بحسب السياسات والأفكار لاستغلال طاقة وقوة الشباب طبعا. لكن تبقى روح المبادرة والمثابرة من جانبهم هي المحركة لأي مجتمع يريد أن ينجح. في حلقة اليوم من عايش نطوف بين أكثر من عاصمة عربية لنروي نجاحات شباب يعبرون عن جيلهم داخل البرلمانات، وننتقل إلى ألمانيا بسرعة لعرض نجاح عازفة مصرية من الجيل الثاني من العرب في أوروبا، وفي بغداد نتوقف أمام نشر ثقافة القراءة. فلكل شباب العرب مساء الخير، أهلا وسهلا، يعيشكم، يا هلا فيكم في عايش. أهلا بكم. مجالس التشريع في العالم ابتدعت لتمثل الشعوب طبعا، وإذا كان 30% من شعوبنا العربية من الشباب فإن تمثيلهم بالقدر الكافي يكون ضرورة ملحة لنجاح أي برلمان في مهمته. خلال السنوات الأخيرة شهدت العديد من الدول العربية دماء جديدة في مجالسها التشريعية مشبعة بأفكار وروح الشباب. هنا لا نتحدث عن تحيز لعمر معين، وإنما للتنوع في الفكر، التجدد والحماسة الذي يحملها الشباب. في حلقة اليوم من عايش نفتح ملف تمثيل الشباب في البرلمانات العربية. في وطن عربي يتجاوز تعداد سكانه 450 مليون نسمة تقريباً، 30% منهم شباب، فإن تواجدهم في البرلمان يكون حتمياً إذا توافرت الإرادة السياسية لدى صناع القرار لتمكين الشباب على المستويات السياسية والتشريعية المختلفة. وفي مصر أكبر بلد عربي من حيث السكان، تبدو النظرة على تطور تمثيل الشباب في مجلسي الشيوخ والنواب كاشفة إلى حد بعيد عن رغبة مستمرة في تعزيز حضور الفئات الأصغر سناً لبناء جيل جديد من البرلمانيين المصريين. وتذهب التقديرات إلى أن ربع عدد نواب المجلسين في مصر من الشباب دون سن 40. خليجياً تأتي تجربة مملكة البحرين في مرتبة متقدمة فيما يتعلق بتمثيل الشباب برلمانياً، إذ تشير الإفادات الرسمية إلى أن نسبة الشباب في البرلمان البحريني تقدر بنحو 27%. أما في الجزائر فإن الانتخابات الأحدث للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، أسفرت عن فوز 136 شاباً بعضويته من أصل 407 أعضاء. وعلى النهج نفسه جاء تمثيل الشباب في البرلمان الأردني بنحو 15 برلمانياً وبرلمانية للفئة العمرية بين 30 إلى 40 عاماً من إجمالي 130 نائباً. وإذا كانت الإحصائيات المباشرة لتعداد الشباب في عدد من البرلمانات العربية تظهر اتجاهاً شعبياً ورسمياً لضخ دماء جديدة في المجالس التشريعية، فإن تقييم تجربتهم ومدى انعكاس تركيبتهم العمرية على التشريعات التي يطرحونها أو يوافقون عليها ستكون محطات أساسية في الحكم على تلك التجربة بشكل كامل وموضوعي.
إذن على امتداد الوطن العربي الكبير يبرز زيادة في التمثيل الشبابي بالمجالس التشريعية، وأردنا المرور على بعض منها إلى النواب في بعض دولنا العربية. نرحب بضيوفنا أو بالأحرى بنوابنا هاتفيا من القاهرة دكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن المنامة عبر سكايب علي العرادي عضو مجلس الشورى البحريني ونائب رئيس مجلس النواب سابق، ومن الجزائر عبر سكايب هشام صفار عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وأخيرا من عمان عبر سكايب أيضا دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني. أرحب بكم جميعا حضرات النواب. اسمحوا لي أن أبدأ مع النائبة دينا لأن طبعا بحكم التحيز الفطري. سيدة النائبة دينا، يعني دخلت البرلمان الأردني بنوعين من التحدي حقيقة، كونك شابة وكونك امرأة، كيف خضتي هذا التحدي؟ مساء الخير لجميع المشاهدين، وأنا سعيدة أن أكون معكم اليوم بهذا اللقاء. حقيقة هنا تحديات كبيرة نجدها إحنا كشباب نرغب بوصول إلى أماكن ومراكز صنع القرار، وهي بشكل متواضع كل يوم إحنا أكبر تحدياتنا هي وصول لمجلس النواب. هناك بعض التحديات إنه إحنا يوم زي ما تم التصريح بهذا المقابلة بأن هناك تحديات، أكيد وجود إرادة سياسية حقيقية بدعم الشباب للوصول، ولكن أيضا التحدي الكبير هي إقناع القواعد المنتخبين بأن وصول الشاب سوف يكون على قدر من الكفاءة العالية بتمثيل هذه الفئة داخل مجلس النواب وإحداث التغيير الحقيقي المرجو. بالتالي هناك تحديات كبيرة ثقافية اجتماعية بيعاني منها الشباب، وهي أيضا كمان تعود إلى بعض الإمكانيات الاقتصادية المحدودة لدى الشباب اللي بتقيد من وصوله إلى مجالس المنتخبة. يمكن بالتحديات الكبيرة أيضا بالأردن بنواجهها أنه إحنا بالأردن للأسف إلى تاريخ اليوم، نعم نحن نقر بأن هناك إصلاحات حدثت غيرت من المنظومة السياسية، ولكن بالوقت اللي تم انتخاب وانتخابنا إحنا كمجلس حالي لم يكن هناك حقيقة دعم للأحزاب على أرض الواقع. فبالتالي المجهود على الشاب والسيدة مجهود كبير وتحديات كبيرة لإقناع المنتخبين بأنه على قدر من الكفاءة بإحداث التغيير المرجو، وأيضا أن يكون هناك تغيير نمطي للصورة النمطية اللي دائما نجدها بأن وصول الشاب لن يحدث أي تغيير، يمكن الشباب غير ممكنين سياسيا فبالتالي وصولهم إلى مجالس المنتخبة لن يحدث أي تغيير حقيقي على أرض الواقع، بالإضافة للتحديات اللي بنعاني منها كسيدات. فهناك تحديات كبيرة، ولكن هذا لا يعني أن هناك إيمان مطلق عند المنتخبين والناخبين والمجتمع الأردني بأن هناك لابد من يكون تغيير حقيقي من خلال مشاركة الشباب، والشباب هي نسبة كبيرة في المجتمع وتشكل نسبة عالية من المجتمع، وبالتالي لا يمكن يعني إحداث أي تشريعات وأي تغييرات في المجتمع دون أن يكون هذه الفئة ممثلة داخل البرلمان الأردني. صحيح. دكتور خالد، حضرتك في تنسيقية شباب الأحزاب في مصر، وبالتالي تنسيقية شباب الأحزاب كيف ساهمت في خلق كوادر شبابية خالقة يعني قادرة على الدخول إلى معترك الحياة السياسية البرلمانية؟ هي مساء الخير على حضراتكم جميعا، السيدات والسادة النواب أعضاء مجالس النواب في الدول العربية الشقيقة الحبيبة، طبعا برحب بحضرتك. في الحقيقة إنه تجربة تمكين الشباب في جمهورية مصر العربية أصبحت تجربة رائدة جدا، خاض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها غمار التحدي علشان تنجح، والحقيقة إنه نتيجة هذا التحدي كان تمكين غير مسبوق للمرأة المصرية، سواء كانت المرأة الشابة أو المرأة ما بعد سن الشباب، إلى جانب كمان تمكين بعض الشباب المصري في مناصب قيادية مش بس داخل مجلس النواب، لكن هي تجربة فريدة في كافة المؤسسات وفي كافة الهيئات والمصالح وأجهزة الدولة الحكومية. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد أهم مصادر تمكين الشباب المصري التي تهتم بالجانب السياسي وتهتم بالجانب التخصصي التكنوقراطي. الحقيقة قدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تمثل
تجربة تمكين الشباب في مصر بعد تأهيلهم التأهيل اللازم والمتكامل ليهم من خلال مجموعة من العلوم والمعارف، بدأت من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، وانتهت بالتأهيل السياسي كما يجب أن يكون علشان نقدر نكون مشاركين في إدارة صنع القرار في مجلس النواب. التنسيقية لديها الآن 32 نائب تحت قبة مجلس النواب، ولديها 16 عضو مجلس الشيوخ المصري، لديها 6 من نواب المحافظين، لديها 2 من مساعدي الوزراء، ولديها 2 من معاوني الوزراء. إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله يكون في خطوات جديرة لمزيد من تمكين الشباب المصري الذي يستحق هذه الأماكن. في الحقيقة إنه حجم التنوع كبير في التخصصات المطروحة للتمكين، والحقيقة إنه دي أصبحت استراتيجية الدولة المصرية لخلق صفوف تانية وتالتة من تحق القيادات الواعدة، والحقيقة إنه ده بيسهم في بناء الجمهورية الجديدة التي نصر عليها جميعاً والتي نعيش فيها الآن، جمهورية المؤسسات وجمهورية الكفاءة وجمهورية العدل والعدالة الاجتماعية، وده اللي احنا بنشعر به الآن. أتمنى أن نكون على قدر المسؤولية جميعا، وأتمنى أن نستمر كأشقاء وكشركاء في الوطن العربي، أن نستمر في دعم بعضنا ولا تنفلت أبدا وحدتنا إن شاء الله. أكيد، وداخلين بتقول لكم يعني يا دكتور خالد في البرلمان. سأعود لحضرتك بسؤال عن هذا التنوع اللي حضرتك ذكرته، يعني في الاختيارات في تنسيقية الشباب، وما الذي أحدثه من حراك مهم من قوانين داخل البرلمان المصري؟ لكن الآن أتحول إلى النائب هشام صفر، عضو مجلس الشعبي الوطني بالجزائر. حضرة النائب هشام، الجزائر تعيش مرحلة سياسية الكل تابع تطوراتها طبعا بعد الحراك الشعبي في 2019. أريد أن أفهم، هل انعكس هذا الحراك الشبابي الضخم في الجزائر على تمثيلهم في البرلمان الجزائري، وكيف يقيم تواجد الشباب في الحياة السياسية الجزائرية؟ أولا شكرا على الاستضافة في قناتكم المصرية، وتحية من خلالكم إلى كل الشعب المصري الشقيق وإلى كل الشعب العربي. في حقيقة والله الحديث عن الشباب هو حديث ذو شجون، ولأنه كما أشرت في سؤالك أنه الجزائر مرت بمرحلة حراك، أنا أقول نصفه في الجزائر بالحراك المبارك، لأنه تمخض بالعديد من الإصلاحات السياسية. فالحراك يعني كان سبب لتغيير دستور ولتغيير قانون انتخاب، لأنه نحن كشباب قبل الحراك المبارك يعني كنا شباب ضائع حائر تائه للعمل السياسي عازف، يعني حتى جاء هذا الحراك الذي أتى بدستور جديد وأتى بقانون انتخاب جديد كان هدفه أخلقت الحياة السياسية وإبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية، وكذلك اشتراك الشباب. وهنا نوضح، لولا الحراك المبارك ولولا قانون الانتخاب لما كان شباب يعني بسننا أقل من 40 سنة وبعدد يعني محترم في المجلس الشعبي الوطني كما أشار له الروبرتاج في بداية الحصة، لأنه اليوم البرلماني الشاب في المجلس الشعبي الوطني يمثل 136 عضو من بين إجمالي 407 عضو في البرلمان، وهذا لم يأتي إلا باحتواء قانون الانتخاب لنا، وإن شاء الله سنكون بفضله قوة هادفة هادئة وهادية، يعني الضجيج الذي لا ينفع وعني التشويش الذي لا يأتي بالخير. فقط تقنيا كيف نجحت الجزائر من خلال قانون هذا الانتخاب في إدخال الشباب الجزائري إلى قبة البرلمان؟ هو لم يكون نظام الكوتا، بل أعطيت فقط الفرصة للشباب للترشح، وتم سد أو غلق المال الفاسد في العملية الانتخابية. أوضح أكثر، القائمة الانتخابية المشرف عليها أثناء إعدادها من خلال قانون الانتخاب
نعم. الذي أتى بعد الحراك أها. المبارك يجب أن تكون نصفها شباب وثلثها شباب جامعي وثلث والنصف الآخر مناصفة بين الشباب والعنصر الذكري والأنثوي. نعم. طيب نعاني بعض التقطع في الصوت، يعني أتمنى أنه نجتاز هذه المشكلة الفنية في باقي لقائنا. تأخرنا عليك كثيرا حضرة النائب علي العراضي عضو مجلس الشورى البحريني. سؤالي لحضرتك، هل التجربة مختلفة في البحرين كونك خط في يعني معترك المجلسين النواب والشورى؟ ابتداء مساء الخير، أمسي عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وكذلك أمسي بالخير على زميلاتي وزملائي أعضاء السلطة يعني التشريعية في الدول العربية. الآن البحرين طبعا لديها تجربة بصراحة نفتخر فيها، صاحب الجلالة ملك البلاد أطلق ودشن مشروع إصلاحي عام 2002. هذا المشروع يعني كان به العديد من الخطط الرامية إلى تعزيز ودعم دور الشباب. بعد ذلك وعند يعني تشكيل في بواكير تشكيل السلطة التشريعية عام 2002، حرصت السلطة التشريعية في مملكة البحرين والتي تتألف من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشورى، تشرفت بأن أكون عضوا في مجلس النواب وحاليا أنا عضوا في مجلس الشورى، في الغرفتين لجنة للشباب. هذه اللجنة تعنى بشؤون الشباب وبمشاريع القوانين والقوانين الخاصة بهم، تعرض هذه القوانين على اللجنتين، وطبعا تهدف هذه اللجنة إلى أن تدرج ضمن التشريعات الموجودة أو تعدل التشريعات بشكل يضمن تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا وغير ذلك. أيضا المجلس التشريعي في مملكة البحرين حرص على أن يدعم العديد من مبادرات التمكين السياسي، ومن ضمنها يمكن مبادرة معروفة وهي برلمان الشباب. برلمان الشباب هو عبارة عن جلسات محاكاة، بمعنى أن البرلمان البحريني يستقطب الشباب من خلال الجمعيات الشبابية ويعمل لهم دورات، هذه الدورات هي دورات في التمكين السياسي، بعدها يحضر هؤلاء إلى المجلس التشريعي. ده في الجامعات حضرة النائب؟ نعم، هذا يتم في المجلس التشريعي، بمعنى أن المجلس التشريعي نفسه يجلسون في مقر السلطة التشريعية على نفس مقاعد النواب، ورئيس مجلس النواب في كل دورة يكون حريص على أن يترأس هو الجلسة، ويكون هناك محاكاة، بمعنى يقوم الشباب بتقديم مشاريع قوانين ومناقشتها، يعني هي محاكاة لعمل البرلمان نفسه، ويكون هناك مقررين ويتم تقديم مشاريع قوانين. برلمان الشباب هو عبارة عن يعني جلسات محاكاة للشباب، تبدأ باختيار المشاريع ويعني يقوم بنوع من اللوبينج عليها، وبعد ذلك تطرح وتصل إلى البرلمان، وبعد ذلك يتم مناقشتها كنوع من التمكين. في إقبال من الشباب البحريني على هذه المحاكاة أو هذا النموذج اللي بيحاكي الحياة البرلمانية حضرة النائب؟ البحرين قامت بهذه المحاكاة 5 مرات متتالية، وهناك إقبال كبير على ذلك. الشباب كذلك يشاركون في الرقابة، على سبيل المثال على العملية الانتخابية للبحرين، إن شاء الله غدا سيكون أمام الجولة الثانية في ترشيح المجلس النيابي والمجالس البلدية. هناك 14 جمعية تقوم بالرقابة، 7 من هذه الجمعيات هي جمعيات شبابية. المناهج التعليمية على سبيل المثال في مملكة البحرين في المدارس وفي الجامعات بها الكثير من المواد الخاصة بتعريف الشباب بحقوقهم يعني السياسية والمدنية. الأكثر من ذلك أن البحرين بها كما تعرفون مجلس أعلى للشباب، هذا المجلس يعنى يعني بتمكين الشباب وبأن يكونوا طبعا مستقبلا هم صناع القرار. حكومة البحرين كذلك يعني إذا أتينا حتى على الصعيد أو على الجهة الأخرى فيها العديد من الوزراء من الشباب، وهم وزراء كفؤ ونفتخر بأن نعمل معهم جنبا إلى جنب. البحرين لديها تجربة أمانة متقدمة، ويمكن إذا أذنت لي وفي عجالة، في الجولة الأولى الأسبوع الماضي 45% من الذين صوتوا في الانتخابات هم من الشباب أصلا. طيب عظيم. نائبة دينا، ما هي البيئة التي تجدينها مناسبة كي تستقطب الشابات إلى الحياة السياسية؟ باعتقادي بأن هناك يعني يجب توفير بيئة آمنة وصحيحة وتوعية، كما تفضل باقي الزملاء في أعضاء مجالس النواب، بأن هناك لابد من يكون تنشئة صحيحة للشباب بتوعيتهم بحقوقهم السياسية والمدنية وأهمية مشاركتهم في صنع القرار. وحتى من أين نبدأ؟ من المدرسة؟ من المنزل؟ من أين نبدأ؟ أعتقد
أعتقد بأن هي يعني مجموعة متكاملة، لابد من أن يكون هناك تنشئة صحيحة للأطفال من المدارس، بالإضافة إلى ذلك بالجامعات، وبالتالي هذا يتطلب أيضا بالأسر داخل الأسرة أن يكون الأهل متوعي يعني واعيين بأهم الحقوق. يمكن إحنا بالأردن كان عندنا إشكالية في السابق بأن هناك لم يكن يعني دعم للقود في المشاركة في الأحزاب، ولكن اليوم بظل جلالة الملك عبد الله حفظه الله تم إطلاق بعض الإصلاحات، وكان أساسية في هذا المجلس النواب اللي احنا فيه، بأنه تم تخفيض سن الترشح اللي يصبح 25 عاما، وبالتالي هناك أصبحت فرص أكبر لدخول الشباب داخل هذه المجالس، بالإضافة إلى زيادة الكوتا للسيدات من خلال وضع مقاعد كوتا إضافية للسيدات. للأسف إحنا في هذا المجلس لم يتحقق أي سيدة الحصول على مقعد دون الكوتا، وهذا بيعود بيرجع منأكد على أن هناك لابد من يكون إرادة سياسية حقيقية، ولكن هذه الإرادة موجودة حاليا، ولكن يتطلب أيضا أن يكون تغيير ثقافي اجتماعي بأن وجود هذه السيدات أو الشاب ليس فقط وجود مقاعد محجوزة وكوتات، وإنما هي إضافة نوعية حقيقية متوجبة بيكون في هذا النظام. أنا أعتقد بأنه اليوم تذهب المملكة الأردنية بأنه وجود دعم حقيقي من خلال تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وتعديل الدستور الأردني بما يدعم الشباب والسيدات، وأيضا بوجود هذه الأحزاب سيكون هناك حقيقة تنشئة حقيقية للشباب والسيدات، بالتالي بيسمح لهم بأنه يتم تنشئتهم تنشئة سياسية حقيقية، وانطلاقا من الدور والدور الأساسي اللي بتكون فيه هذه الفئة في التغيير. يوجد هناك بعض التعديلات اللي نطمح يعني نشوفها على أرض الواقع حاليا ويتم العمل عليها من الحكومة، اللي هي متعلقة بالأنظمة كيفية دعم الأحزاب داخل المؤسسات التعليمية سواء كانت بالمدارس أو الجامعات، وتنشئتهم بالتالي تصبح أكثر يعني تتوافق مع متطلبات أنه يصبح الشاب أكثر إدراكا بحقوقه المدنية والسياسية، وبالتالي بيكون أكثر إدراكا بأن هذه المؤسسة يصدر فيها تشريعات، وبالتالي لم يتبقى لنا، أعتذر منك حضرة النائبة، لم يتبقى لنا سوى 5 دقائق، أريد أن أقسمها بشكل عادل على بقية الضيوف. دكتور خالد، هل انعكس تواجد تقريبا ربع النواب من الشباب على الكثير من التشريعات؟ يعني هل شعر الشباب المصري الآن بأنه النواب الشباب الممثلين له في البرلمان يشعرون بمشكلاته، بطموحاته، بأحلامه، بأفكاره؟ الحقيقة كلام سيادتك صحيح جدا، لأنه معظم الشباب اللي موجود في مجلس النواب أو حتى مجلس الشيوخ هم بنفس الطبقة المتوسطة التي يشعر بها المواطن المصري. يعني ما فيش حد فينا أبوه وزير أو أبوه يعني من الشخصيات المشهورة، كلنا من أبناء الطبقة المتوسطة، وجينا بشفافية مطلقة وباجتهاد وتأهيل كبير جدا. الحقيقة أنه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعني بتصر على لكن هذه الطبقة. تفصيلة مهمة دكتور خالد اللي حضرتك ذكرتها، يعني الطبقة المتوسطة، ليس هناك من أخذ بيدك وأدخلك إلى مجلس النواب. صحيح. يعني صحيح، احنا تم تأهيلنا على دولاب العمل الحكومي، على إدارة العمل السياسي، على إقرار ومناقشة القوانين وخطواتها، وعلى قضايا كثيرة جدا بتختص بالأمور المتعلقة بالأمن القومي المصري وإدارة الدولة وتخطيط وصناعة واتخاذ القرار المصري. والتوقيت طبعا التوقيت كان صعب جدا جدا، وكان توقيت يعني على المحك، زي ما طبعا كل السادة والسيدات النواب عارفين الإقليم بيعيش فيه. لكن المهم في هذا الأمر أننا بالفعل بنعبر عن طبيعة وكينونة وديموغرافيا الشعب المصري من خلال تمثيل الفئات المختلفة للشعب المصري على كافة المستويات ومن كافة المحافظات والمناطق. أنا ابن الريف المصري، من خريج التعليم الحكومي العادي، يعني لم أتلقى أي ميزة عن أي شخص آخر، وجميع نواب التنسيقية وجميع نواب المجلس في مثل هذا الأمر. الحقيقة أنه ده بيؤثر بشكل كبير جدا في إدارة وتخريج وصنع القرار المصري، بيكون
نابع عن إرادة وطنية، ويكون نابع عن استشعار وطني وحس وطني صادق جاي من على الأرض، مش مجرد حبر على ورق. وده فارق كبير جدا في تجربة التنسيقية عن أي تجارب أخرى نشعر بنشعر بها المواطن من خلال اللقاءات المختلفة والزيارات الميدانية، ومن خلال الصالونات الثقافية والسياسية التي تطلقها التنسيقية أولا بأول. طبعا بترتبط بقضايا الحوار الوطني وقضايا كوب وما إلى ذلك من أحداث بتخص الدولة المصرية. والأهم هو التعبير الحقيقي عن المشكلات اللي بيعيشها الشباب. دكتور صحيح. خالد، أتحول لحضرة النائب هشام صفر في الجزائر. كيف يمكن إحداث آلية حضرة النائب هشام لاستقطاب شباب جزائريين أكبر داخل الحياة السياسية وداخل البرلمان الجزائري، من خلال أي الآليات تعتقد؟ يبدو أنه في مشكلة تقنية مع حضرة النائب هشام، سنحاول على تلافيها ومن ثم أعود إليك، لكن بسرعة أذهب للنائب علي العرادي من البحرين، عضو مجلس الشورى البحريني. حضرة النائب، في البحرين ما هي الخطط الموضوعة لالتقاط شباب بحريني أكثر؟ حضرتك ذكرت لي بأنه هناك نماذج محاكاة يعني لترغيب لنقل الشباب البحريني في الحياة السياسية البحرينية، هل هذا النموذج كافي أو مطلوب ما هو أكثر من ذلك؟ شكرا جزيلا. طبعا سؤال مهم، أنا ممكن تحدثت عن آلية واحدة، ولكن هناك الكثير من الآليات الوطنية الداعمة للشباب. على سبيل المثال لدينا في مملكة البحرين معهد التنمية السياسية، وهو معهد يرأسه رئيس مجلس الشورى. هذا المعهد مسؤول عن التمكين السياسي، أكثر من 70% من البرامج التي يقوم المعهد بإعدادها هي مخصصة لشريحة الشباب. لدينا كذلك، ممكن تحدث قليلا عنه قبل قليل، وهو لدينا مجلس أعلى للشباب. هذا المجلس لديه العديد من المبادرات، أكثر من منذ إنشاء لغاية الآن أكثر من 12 مبادرة. هذه المبادرات يعني تهدف إلى تمكين الشباب. لدينا الكثير من الجمعيات الشبابية أيضا التي تعمل في الشق المدني والتي تقوم بالعديد من المبادرات، أما مع السلطة التشريعية أو مع معهد التنمية السياسية أو غيرها من المبادرات. الآن هل هذا كفاية؟ دائما طبعا كشباب نطمح الى المزيد. اتصور ما حققته البحرين يعني لغايه الان هو شيء كبير جدا ومتميز، ولكن دائما نطمح الى المزيد والى التمكين اكثر للشباب البحريني. ان شاء الله. النائب هشام، اتصور انك الان تسمعني بشكل افضل. كنت سالت حضرتك عن التمثيل الشبابي للشباب الجزائري في البرلمان الجزائري، وهل تعتقد انه يجب ان يكون له حد ادنى حتى نضمن تمثيل مناسب للشباب الجزائري في البرلمان او لا؟ أكيد، وهو ما ضمنه هو قانون الانتخاب كما سبق وأن أشرت أنه وضع أو حتى ما على الأحزاب السياسية أو حتى على القوائم الحرة أن تكون نسبة المناصفة للشباب وللمرأة وحتى إلى الشباب خريجي الجامعة. وإذا تحدثنا عن الآليات فهي موجودة بنفس قانون الانتخاب في المجالس البلدية المحلية وحتى في المجالس الولائية، ضف إلى ذلك الهيكل الجديد الذي تجد أن البداية في المحليات. حضرة النائب، يقال هذا في القانون أكيد يقال لا تكرهوا أبناءكم على أخلاقكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني إذا أردنا أن نقحم الشباب بصفة حقيقية ونية حقيقية يجب أن يكون موجود في كل الآليات الحكم في المؤسسات التنفيذية وحتى في المجتمع المدني. لهذا قانون الانتخاب الذي تحدثنا عليه فيما سبق طبق على البرلمان وطبق على المجالس المحلية البلدية والولائية، ضف إلى ذلك إذا ذهبنا أيضا إلى النشاط الجمعوي أو المدني فقد تم تأسيس المجلس الأعلى للشباب في أكتوبر 2021 كهيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية ومستقلة ذاتيا وماليا ومعنويا. يعني في الجزائر يعني الكل يؤمن
بالشباب والشاب لما تعطى له كل الآليات والميكانيزمات سيحقق المستحيل. وهنا وجب الإشارة إلى الثورة الجزائرية التي تعتبر أعظم ثورة في القرن الماضي، والتي فجرها 6 شباب ضد أعتى قوة استعمارية في القرن الماضي، وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر. لهذا فإن إعطاء أو إقحام الشباب في المجال السياسي أو في المجتمع المدني هو خطوة عملاقة أقرتها الدولة الجزائرية بتعليمات وتوصيات وقوانين من طرف المسؤول أولاد السيد رئيس الجمهورية. والحمد لله كما أشرنا اليوم البرلمان نسبة كبيرة منه شباب، المجالس المحلية نسبة كبيرة منها شباب، والكل يعرف قوة الشباب لأنه هو سبب تقدم الأمم وسر النهضة والازدهار. لهذا إذا تحدثنا عن تمثيل الشباب في البرلمان أو في المجالس المحلية فلا يمكن أن ننكر الدور الكبير الذي يقوم به الشباب. شكرا جزيلا حضرة النائب هشام صفر عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وأشكر كذلك بقية نوابنا النائبة دينا البشير عضو البرلمان الأردني، والشكر أيضا لدكتور خالد بدوي هاتفيا كان معنا عضو مجلس النواب المصري، وكذلك النائب علي العراضي عضو مجلس الشورى البحريني. شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم كل التوفيق في مهمتكم. طبعا نبتعد الآن عن صخب السياسة ونقترب إلى الموسيقى. بعد الفاصل ننتقل معكم إلى ألمانيا لنعرض قصة نجاح عازفة مصرية على آلة الفيولا الموسيقية. كونوا معنا. ما زلنا معكم في عايش، وموعدنا الآن في هذه الفقرة مع مصرية ولدت بمرسيليا جنوب فرنسا، شجعتها والدتها على دراسة الموسيقى في 8 من عمرها فقط، وعلى الفور بدأت في تعلم آلة الفيولا والتحقت بمعهد الكونسرفاتوار بباريس. هي الفنانة العالمية والعازفة المصرية ساندي محمد، حيث أنهت دراستها بمعهد الكونسرفاتوار، ثم انتقلت للحصول على درجة الماجستير ببرلين، ثم التحقت بأكاديمية رومبرغ التي تتلقى عدد قليل جدا من الطلبة لتطوير العزف الفردي. وكانت سندي مهتمة بشكل خاص بموسيقى بيرليوز لأنها مليئة بالموسيقى الأوركسترالية. معنا النهاردة موهبة حقيقية، نستمع إذن قليلا للموسيقى. من أكثر الآلات سحراً آلة الفيولا، معنا اليوم في هذه الفقرة العازفة الفيولا المصرية العالمية من برلين عبر زوم سندي محمد. رحب بك سندي، بيتشابه اسمك كثيراً مع سيدني، يعني أجد صعوبة في أن أنطق اسمك. مساء الخير، أهلاً بك سندي معنا في عايش. الفيولا من أرق الأصوات كآلة موسيقية، لكن أتصور أنها من أصعبها جدا في التعامل. هي بصراحة صعبة، هي صعبة بس جميلة، عشان نادر الواحد يختار الآلة دي، عشان في آلات تانية معروفة قوي في العالم، بس الفيولا يعني لازم العالم يتعرف على الآلة دي ويشوف قد إيه هي جميلة. لماذا اخترتيها؟ يعني على الرغم ان هي صعبة سندي، لماذا اخترتي الفيولا؟
أنا بصراحة ما اخترتهاش. أنا والدتي هي لما راحت زارت يعني دار الكونسرفاتوار، يعني معهد الكونسرفاتوار في جنوب فرنسا في مارسيليا، هي لما دخلت وقبلت، يعني اتقبلت وشافت البروفيسور هناك، هو اللي اختار لي عشان شاف إني أنا مثلا طويلة وكان دراعي طويل وإيديا كبيرة، فهو قال خليها تجرب الفيولا وما تاخدش الكمانجا يعني البايلين، وان صوت الآلة يعني جميل مواصفاتك جدا وسوبر الجسمانية وارم يعني. ساعدتك أكتر في الاختيار، أو إنه هي الفيولا ساعدتني اللي وساعدت تختارك. والدتي بالظبط، هل الفيولا هو فعلا اللي ال ال اختارني. ال هما بيقولوا كده صح. هو باين كده سندي، هل فعلا المعهد يختار عدد قليل جدا من الطلبة، وعلى أي أساس بيتم اختيارهم؟ يعني مثلا انا لما خلصت دراستي يعني العاديه الجنرال مارسيليا، طلعت على معهد الكونسرفاتوار السوبيريور في باريس، والمعهد ده لازم الواحد يخش كومبيتيشن يعني منافسة. فيها تو راوندز، انا مش فاكره احنا بنقول الكلام ده ازاي بالعربي، يعني دورتين بالظبط، واحنا كنا 200، هما خدوا من ال 211 ستودنتس يعني. اوف، ده عدد قليل جدا من فيعني 211. الواحد بيعزف قطاعات كتيره قدام لجنه، هما بيختاروا في اول دوره وبعد كده بيختاروا تاني في الفاينل في سكند راوند يعني بالظبط. يعني كيف هو الفرق؟ يعني ايه هو الفرق بين ان انت يعني تتعلمي الموسيقى في مصر او في العالم أنا للأسف العربي؟ مش سامعة. طيب هأعيد السؤال عليكي مرة أخرى سندي. أوكي شكرا. ايه هو الفرق بين انك تتعلمي الموسيقى في عالمنا العربي او في العالم الأوروبي؟ ما هي الفروقات تحديدا في الموسيقى؟ المشكلة في يعني مشكلة أو مش مشكلة، الموسيقى الكلاسيكية بمعنى الكلاسيك هي معروفة جدا في البلاد الأوروبية، يعني الواحد من صغره، يعني حتى الناس اللي ما بتعملش موسيقى كلاسيكية في بروفيشنال ليفل بيتعلم برضه السولفيج والموسيقى جنب المدرسة، يعني اتس توتال نورمال هنا في الكالتشر. وللأسف أو يمكن دلوقتي حاليا في البلاد العربية، يعني البلاد العربية بتتفتح دلوقتي على المزيكا الكلاسيكية، أظن إن ما فيش يعني معهد يعني كونسرفاتوار كفايه في البلاد العربيه، او تيتشرز، او ان هو مش يعني مش حاجه تبع الكالتشر العربيه. الثقافة العربية. عندنا عود كمان يا سندي. أول حفلة ليكي كانت في مصر، أتذكر في 2021. كيف كان إحساسك وأنت تعزفين في بلدك؟ وهل التجربة ناوي أنها تتكرر، أو حتى في أي من الدول العربية الأخرى؟ صح ده صحيح، يعني أنا عزفت لأول مرة في حياتي كلها في القاهرة، وكان إحساس طبعا جميل جدا جدا، عشان يعني كان أول مرة أعزف برضو لعيلتي اللي هي عايشة في مصر وما كانتش خالص على الستيج، أو ما شافتنيش لسه بعزف، أو فكان إحساس جميل جدا جدا. وإن أنا برضو أشتغل مع الأوبرا في كايرو، ده كان أنا كنت فخورة جدا بكده، ونفسي طبعا نفسي الموضوع ده يتكرر تاني إن شاء الله في الفيوتشر يعني، وتبقى الموسيقى حاجة لغة جميلة جدا. عالمية سيندي، هل تعتقدي أنه فعلا الموسيقى يمكن أن تساعد على خلق فهم مشترك، لغة مشتركة بين الشعوب؟ هي اللغة مشتركة صح، عشان هي زي ما احنا بنقول هي لغة يعني على العالم كله، العالم كله لو اتعلم من الموسيقى هيتعلم نفس اللغة، هي نفس الكلام نفس التراديشن نفس ف يعني هي حاجة جميلة جدا لما الواحد يبقى واقف على الستيج جنبه حد جاي من اليابان وبيتكلم نفس اللغة هي اللغة الموسيقية، وفاهم انا بعمل ايه وانا فاهمه هو بيعمل ايه. وهي المزيكا عامه، انا عن نفسي انا شايفه ان هي بتساعد على السمع الاخر وللتكيف برضو مع الاخر،
وحاجات كتيرة يعني، هي حاجة كويسة جدا أتمنى لك التوفيق يا للمجتمع. سندي في مشوارك الموسيقي مع الفيولا. سندي محمد عازفة الفيولا العالمية كانت معنا عبر زوم من برلين. من برلين من فيولا إلى بغداد، لكن بعد الفاصل بغداد. طيب لن نأخذ فاصل، بسرعة إلى بغداد الآن، والتي ضمت يوما ما أكبر مكتبة في العالم. أقيم مهرجان بعنوان أنا عراقي أنا أقرأ، وهو الحدث الثقافي الذي يقام منذ العام 2013 بجهود شباب عراقي أراد أن ينشر الفكر والقراءة بشكل مجاني عبر استلام الكتب من المتبرعين وتوزيعها دون أي مقابل، بالإضافة طبعا لفعاليات ثقافية أخرى شملها المهرجان والذي أقيم في 5 محافظات عراقية. تطلعنا إذن على تفاصيل أنا عراقي أنا أقرأ عبر سكايب من بغداد هبة الفتال، إحدى منسقات المهرجان. أرحب بك أستاذة هبة، أهلا بك معنا. هذه الفعالية تدار أو بالأحرى تقام على مدار 9 سنوات بجهود شباب فقط أستاذة هبة، هذا في حد ذاته تحدي كبير. تسمعيني أستاذة هبة؟ يبدو أنه في مشكلة في التواصل مع السيدة هبة الفتال، هي إحدى منسقات مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ. هذه الصور اللي نتابعها إذن من هذا المهرجان، هو مهرجان شبابي في العراق يقام على مدار 9 سنوات منذ العام 2013 بجهود شباب عراقي، وهذا هو التحدي الكبير ربما في هذا المهرجان الذي يريد نشر الفكر والقراءة بشكل مجاني، وهذا هو اللافت. كما نشاهد من الصور ليس فقط المهرجان للقراءة، ولكن يبدو أن هناك فعاليات أخرى من خلال العزف على آلات موسيقية مختلفة. وصلنا إذن إلى ختام هذه الحلقة من عايش، ألتقيكم يوم الجمعة المقبلة في 5 مساء، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.